على أرض ديالا وأمام أعين القوات الأمنية وبوجود السلطات الحكومية، تنتزع أراضٍ وعقارات من ملكية الدولة نفسها أو عائدة لمواطنين، وتباع علانية ومن دون مواربة من قبل متنفذين يحتمون بأحزاب وميليشيات تبسط نفوذها في المحافظة. مصطلح مافيات الأراضي ورد على لسان قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، الذي أكد أن مافيات الأراضي لم تعد حالة فردية بل ظاهرة تهدد بالاستيلاء على محيط بعقوبة بالكامل، وقد تنتقل لمدن أخرى. لوحظ مجموعة أشخاص بالاستيلاء على العقود الزراعية واعتبارها ملكا لهم وبيعها على المواطنين كقطع أراضي سكنية قد تكون بعقود مزورة بسندات مزورة، وحتما هؤلاء المتنفذين قد يكون يتبعون لأحزاب أو لجهات مسلحة. الحيالي تحدث عن تهديد مباشر لحياته بسبب وقوفه بالضد من مافيات الأراضي، داعيا الحكومة في بغداد للتحرك لتفادي أزمة كبيرة في بعقوبة، لا سيما أن سكان المحافظة وعشائرها لن يبقوا صامتين إزاء هذه التجاوزات التي باتت تؤرق المواطنين. نلاحظ بالفترة الأخيرة انتشار ظاهرة استيلاء على الأراضي الحكومية من قبل جهات متنفذة ومتحزبة داخل المحافظة، وأيضا الاستيلاء على الأراضي والأملاك الخاصة للشخصيات نقول اللي خارج القطر والناس اللي ما تقدر تدخل حاليا للعراق، استيلاء على اراضهم وبيعها للمواطنين، وبالتالي المواطنين دا يعانون ان هم يشترون ما يعرفون هاي الارض لمن ملكها ولمن عايده. نظام المحاصصه الطائفي ونفوذ الميليشيات وتفشي الفساد اسباب رئيسيه لظاهره الاستيلاء على العقارات في ديالى عبر معادله مركبه باتت مألوفه في العراق. نظام المحاصصه الطائفيه هذا سبب اساسي، لان اكو كتل كبيره والباقين كلهم عرض الحائط، هذا واحد. اثنين، هذه الكتل عندها ميليشيات، عندها سلاح منفلت، هذا من يروح على مدير الدائره ومدير الدائره ضعيف وماكو هيبه قانون طبعا ياثر. حتى المساحات الخضراء سيطروا عليها، شلون سيطروا عليها؟ بنفوذ. وهذا اللي عنده سلاح هذا عنده حزب يرتمي عليه، والحزب موجود عند كتلته الكبيره، هم أنا بالبرلمان وهم أنا بالحكومه التنفيذيه. نظام المحاصصه يقول له انت عندك مثلا 10 برلمانيين ووزارتين ماخذها من الفراش الى الوزير هي لصالحك، زين هذا، وذاك نفس الشيء لصالحه، يقول له اذا طلع 10 عندك فاسدين لازم اطلع منك 10 فاسدين. هاي المساله يعني اكو مساواه، انت عندك 10 تسكت عليهم وانا عندي 10 اسكت عليهم. الاستيلاء على الاراضي والعقارات يظهر تلاشي مفهوم الدوله لصالح سيادة المفاهيم الميليشياوية وسيطرة ذوي القوة والنفوذ، مع غياب كامل للقانون وانتشار سياسة الإفلات من العقاب.